بيت الحكمة أو خزائن الحكمة هي أول دار علمية أقيمت في بغداد خلال العهد العباسي. نشأ بيت الحكمة أولاً كمكتبة، ثم أصبح مركزاً للترجمة، ثم مركزاً للبحث العلمي والتأليف، ثم أصبح داراً للعلم تقام فيه الدروس وتمنح فيه الإجازات العلمية. فالداخل إلى بيت الحكمة تعود به عقارب الساعة إلى ذلك الزمن العتيد، حيث كان يتنافس طلبة العلوم على وجود حيز للقراءة والاستماع لمحاضرات رموز العلم وجهابذته آنذاك، والالتقاط ما يضمه من نفائس الكتب والمخطوطات. بيت الحكمة رأى النور، أو نقول وضعت اللبنات الأولى له في أيام الخلافة العباسية في زمن هارون الرشيد، ثم بعد ذلك بن العباس في إدارة هذا الصرح ورسم معالمه الأساسية، حيث تبنى بيت الحكمة من خلال تأسيسه في ذلك الوقت هو أن يجمع كل أصحاب العلم والمعرفة وتحويل نتاجاتهم الفكرية والمعرفية إلى أشياء مخطوطة أو مكتوبة، مع الولوج إلى مسألة ترجمة الكتب من كل الثقافات ومن كل الأمم. فشهد بذلك العصر العباسي طفرة علمية وراثية على مستوى الدولة الإسلامية، فكان لهذا التجمع النخبوي للعلماء وأصحاب الخرائط المعرفية تأثير في الحضارة، سواء من خلال ترجمة الكتب أو من خلال ترجمة الكتب باللغة العربية إلى اللغات الأخرى. وما نشهده من تطور في الحضارة الإنسانية والعلمية هو كان كثير من تلك الكتب التي ألفها وخطها العلماء العرب موجودة في كل الجامعات في العالم وفي كل المؤسسات الفكرية والعلمية، ابتداء من الطب إلى الرياضيات إلى الجبر إلى الفلسفة إلى اللغة وبقية العلوم الأخرى. وهذا هو موجود في كل الوثائق وفي كل سجلات التاريخ. هذه المؤسسة هي فكرية ثقافية علمية بحثية، تحاول أن ترفد الحضارة الإنسانية وأن تجد نوع من الروابط المشتركة بين الثقافات، وتترجم ما هو صالح منها، وتنتج وتؤلف وتطبع ما هو يغني الحضارة الإنسانية والمعرفية. على ضوء القانون صدرت بعد ذلك الأهداف الموجبة لبيت الحكمة، فصار له دورا كبيرا حقيقة في الحركة العلمية والثقافية في العراق. ثم بعد سقوط النظام كذلك تم تفعيل بيت الحكمة من خلال إعادة تفعيله من خلال مجموعة من اللجان شكلتها رئاسة الوزراء مشكورة، وبالتالي صدرت أوامر ديوانية بتسمية أعضاء لمجلس الأمناء وتسمية رئيس مجلس الأمناء. للفريق الحالي في بيت الحكمة واللي نترأسه نحن، لدينا أهداف طموحة بأن ندخل في عمق العملية الحضارية من خلال أن نكون بالإضافة إلى مركز ثقافي وحضاري وبحثي، أن نكون مركز فكري يساعد الدولة في كثير من تبني القرارات من خلال المؤتمرات أو الندوات اللي يعقدها بيت الحكمة كما هو مشرع في القانون. وبالتالي راح نتحول إلى فد مركز للتفكير ومركز لتحليل البيانات وإعطاء التوصيات والمقترحات لأصحاب القرار، أي بالمعنى الإداري إن صح التعبير صناعة القرار.
بيت الحكمة على مدى التاريخ كله والمدى الحديث فيه الآن 9 أقسام علمية، كل قسم علمي يرأسه رئيس قسم بدرجة مدير عام أو عميد كما يسمى في العرف الجامعي. هذه الأقسام الدراسية تقدم رؤاها وتصوراتها عن ما يدور في الشارع العراقي أو في الفكر الثقافي والعلمي لكل قسم. هنالك بعد كل مؤتمر وبعد كل ورشة وبعد كل ملتقى أو منتدى تكون هنالك مقترحات وتوصيات تشذب وتنضج وترفع إلى أمانة مجلس الوزراء. كما تعلمون بيت الحكمة يرتبط ومن الدوائر الغير مرتبطة بوزارة ويرتبط برئاسة الوزراء مباشرة. لديه كثير من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية. حضر إلى بيت الحكمة الكثير من أصحاب العلم والمعرفة وأدلوا بدلوهم على كثير من القضايا المطروحة في الساحة العراقية أو العربية أو الإقليمية أو العالمية. وبالتالي هذا الانتقال بالفكر الجوهري لبيت الحكمة هو من أجل أن تكون هنالك فائدة أشمل وأعم لرفد مؤسسات الدولة كذلك بكثير من المقترحات والرؤى، ولدينا مساهمات ومشاركات مع العديد من الوزارات ومن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. نحاول أن نضع اليد على كل مشكلة ونجد لها الحلول والمقترحات لحلها ونرفعها بعد ذلك إلى رئاسة الوزراء. هذه الأقسام تستند كذلك على مخزن علمي كبير يحتوي على العديد من المخططات واللي احنا سميناه المكتبة، ففيها مئات العناوين من كتب حديثة ومخطوطات قديمة مفتوحة لكل طلبة العلم والباحثين والمفكرين. هذه العناوين وهذه المكتبة مسجلة يعني في المؤسسات الدولية، تحاول أن تضع كل ما لديها من مخطوطات للمؤسسات الدولة، ولدينا العديد من طلبة الدراسات العليا والباحثين الذين يجوبون أروقة المكتبة. وكذلك لا ننسى أن نتطرق إلى حتى يكون النتاج العلمي مالتنا موجود، فهنالك مطبعة موجودة في بيت الحكمة حقيقة من أفضل المطابع من أجهزة الطبع العالمية، الآن هي في طور التشغيل وسننتقل بها إلى عملية الطبع والنشر. كما أن لدينا شيء آخر، أن لكل قسم علمي مجلة علمية محكمة ينشر بها الباحثون العراقيون والأجانب بحوثهم من أجل أن تكون في متناول بقية المستفيدين. نأمل أنه نروح باتجاه الشراكة مع المؤسسات الدولة أو القطاع الخاص من أجل تشغيل هذه المطبعة، وبالتالي هنالك بعد النشر أو الطبع هنالك جوائز موجودة في قانون بيت الحكمة تسمى جوائز بيت الحكمة. هذه احنا شكلنا لجنة موجودة حاليا بنفعلها، موجودة لجنة من أجل أن نضع ضوابط وشروط ومعايير هذه الجوائز، والتي نسعى من خلالها إلى نشر ثقافة العلم والمشاركة به وإنتاجه في بيت الحكمة.
بيت الحكمة مؤسسة ثقافية فكرية تعنى بالمسائل الفكرية والثقافية، يتكون من عدة أقسام تخصصية اجتماعية فلسفية ترجمية وقانونية وسياسية وغيرها من الأقسام الفاعلة. يسعى بيت الحكمة من خلال قانونه إلى توحيد الرؤى الثقافية والفكرية في العراق والعالم العربي والإسلامي، ويدار من قبل أقسام علمية متخصصة يشرف على هذه الأقسام رؤساء أقسام، ويشرف على بيت الحكمة مجلس أمناء بيت الحكمة. مجلس أمناء بيت الحكمة هو الهيئة الإدارية والسلطة الإدارية التي تشرف وتخطط وتصادق على خطط الأقسام العلمية في كل سنة. رؤية بيت مجلس الأمناء للعام القادم هي توحيد الرؤى الفكرية والثقافية بين بيت الحكمة والأقسام المتناظرة في الجامعات والمؤسسات الفكرية والثقافية المتناظرة والتي تهدف إلى نفس الهدف، من خلال إقامة شراكات ومذكرات تفاهم بين هذه الأقسام المتناظرة. كما لمجلس الأمناء رؤية خاصة بمكتبة بيت الحكمة التي تضم آلاف الكتب والوثائق التي تعين الطلبة والباحثين في الجامعات وغيرها على القيام بالدراسات والأبحاث بكافة التخصصات. كما يركز مجلس الأمناء للعام القادم على تفعيل مطبعة بيت الحكمة التي تضم مجموعة من الأجهزة والمطابع من أفضل الأنواع الموجودة في العراق، والتي يمكن أن تستغل في نشر الفكر والثقافة والتعاون مع بقية وزارات الدولة في طبع المناهج والكتب الثقافية. اليوم بيت الحكمة وقبل أيام عقد مؤتمراً دولياً مهماً حول طريق التنمية ومدى استفادة العراق في السنوات القادمة من هذا الطريق، وكان مؤتمراً مهماً كرس فيه وبين أهمية هذا الطريق. نسعى من خلال الجامعات والمؤسسات الفكرية والثقافية الأخرى إلى إقامة شراكات حقيقية نتعاون من خلالها على تحقيق أهداف بيت الحكمة. كان لبيت الحكمة الأثر العظيم في تطور الحضارة الإسلامية، وكان المحرك الأول لبدء العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، وأسهم إسهامات كبيرة في مجالات الطب والهندسة والفلك. كما أسهم بيت الحكمة في إنقاذ التراث العالمي من الفناء والضياع بجلبه كنوز المعرفة من أنحاء العالم وترجمتها ثم حفظها ونشرها. بيت الحكمة مؤسسة عريقة ترتبط بتوسع الدولة العربية في الفترة العباسية، والتي سبقتها أيضا جهود من الدولة الأموية، ولكن وجودها خلال الدولة العباسية وفي فترة الخليفة المأمون تحديدا، حيث أنها نهضت بمهمة التلاقي الحضاري بين الدولة العربية والجوار الحضاري الذي كان يحتدم بالأفكار والمعتقدات والأديان المتعددة الكبيرة. هذه المؤسسة حقيقة تم إعادة إحيائها في 1995 لأجل أن تقود المهمة ذاتها التي أسس البيت لها، وهي
خلق الصلات الحضارية والثقافية بين العراق وبين دول العالم، حيث أن المؤسسة ترتبط بالكثير من العلاقات الثقافية والمذكرات التفاهم والتواصل الحضاري والثقافي والعلمي بين دول العالم وبين المؤسسة. والمؤسسة تحظى حقيقة باحترام كبير في دول العالم لما تقوم به من جهود وأعمال فكرية وثقافية وعلمية. بالنسبة إلى قسم الدراسات الفلسفية الذي أنا أشرف عليه، هو يسعى لخلق الصلة بين الفلسفة الإسلامية والعربية وبين الفلسفات العالمية كفلسفات أوروبية وفلسفات صينية وبوذية وما شاكل من الفلسفات التي لها علاقات قديمة مع الفلسفة الإسلامية وقبلها مع الفكر العراقي القديم. فهي تنهض، أو هذه المؤسسة تنهض بعملية إحياء التراث العلمي العربي وعقد الصلات بينه وبين الحضارات القديمة والحديثة من خلال المذكرات التفاهم التي قام البيت بعقدها مع الكثير من المؤسسات الثقافية والعلمية المنتشرة في العالم. فبيت الحكمة له رؤيته الخاصة بخلق مجتمع معرفي عراقي رصين من خلال الكثير من الأنشطة التي تتمثل بندوات وورش عمل ومحاضرات. هذه الأنشطة جميعاً تساعد صاحب القرار على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالأمور التي يرتبط بها بيت الحكمة. في قسم الدراسات الفلسفية نحاول جاهدين في ملاحقة الهموم الفكرية والاجتماعية التي تحيط بالفرد العراقي، وتحديداً فيما يتعلق بالهوية العراقية. فقسم الدراسات الفلسفية له أنشطة متعددة حاولت أن تركز الجهد على البحث المعرفي بمسألة الهوية العراقية ومحاولة إعادة صياغتها باعتبار الأطياف المتعددة والمكونات التي يعيشها البلد. فنحاول مثلاً في أنشطتنا أن نبحث مشكلة الثقة بين المؤسسات الرسمية وبين المواطن العراقي، ومحاولة صياغة وإعادة ثقة هذا المواطن بمؤسسات الدولة وبالجهة التنفيذية والقضائية والتشريعية بالدولة في سبيل الشعور بالهوية الوطنية الخاصة به كعراقي قادر على أن ينتج وأن يقوم بدوره الحضاري كما كان يقوم به سابقاً. وهذه المهمة نهض بها قسم الدراسات الفلسفية قديماً وحديثاً، ومستقبلاً إن شاء الله نحاول أيضاً أن نرسخ الجهود ونكرسها في سبيل تدعيم هذه المسألة ودعم صاحب القرار برؤانا وتصوراتنا المتعلقة بالهوية العراقية وكيفية إعادة ثقة المواطن العراقي بمؤسساته وأجهزته التشريعية والقانونية وما شكل من أجهزة. قسم الدراسات الفلسفية يصدر مجلة نصف سنوية حالياً، كانت هذه المجلة حقيقة شهرية، ولكن بحكم الظروف التي المحيطة تم الاقتصار على كونها نصف سنوية، وهي تحظى بالاحترام والتقدير من الباحثين ومن مؤسسات الدولة ومن وزارة التعليم العالي، فهي من المجلات الرصينة التي تخدم الباحثين في التحكيم العلمي. وبالتالي فهذه المجلة تحاول أيضاً أن تعبر عن رؤية ورسالة قسم الدراسات الفلسفية وبيت الحكمة
باحتضان الموروث الفكري والفلسفي والمحلي والعالمي، بالإضافة إلى الفكر العراقي القديم الذي نحاول أن نعيد التركيز عليه وبيان مدى التقدم الذي كان قد وصله المفكر العراقي القديم قبل أن تظهر الفلسفات والمعتقدات العالمية التي تحظى الآن باحترام وتقدير الجميع. فنحن أصحاب حضارة استطعنا أن نساهم بهذه الحضارة الإنسانية منذ البواكير قبل 7000 سنة، ولا زال عطاء العراق كبيراً من خلال مؤسساته الثقافية وعلى رأسها بيت الحكمة. بيت الحكمة، هذا الصرح الحضاري الكبير الذي يعد الآن واحد من أهم المراكز البحثية ومراكز الدراسات الحكومية، وهو يعتبر أكبر مركز بحثي حكومي في داخل العراق، استطاع أن ينفتح على الجامعات العربية والعالمية، إضافة إلى انفتاحه محلياً وعلى المؤسسات المحلية في داخل العراق. من خلال هذا الانفتاح حقق هذا الصرح الكبير جملة من الإنجازات فيما يخص إقامة المؤتمرات والمشاركة في الجلسات الحوارية والندوات المهمة التي تناولت قضايا السلم العالمي والحوار بين الثقافات وبين الحضارات، وكذلك التعريف بالهوية الوطنية العراقية. بيت الحكمة يتمتع بموقع جغرافي متميز، هذا الموقع حقيقة أعطى له بعداً جمالياً سياحياً من خلال المبنى الأثري الذي يشغله والمحاذي لنهر دجلة، وخصوصاً أن هذا المبنى قديم، يعني يكون عمره أكثر من 375 سنة، واستخدم في سابق الزمان كقصر للملك فيصل الأول، وأدار شؤون العراق من هذا المبنى، وما يحمله من إرث تاريخي حضاري ضم الكثير من الأحداث التي رافقت بداية ونشوء وتأسيس الدولة العراقية الحديثة. نحن الآن حقيقة في واحدة من أهم الأروقة التاريخية الموجودة في بيت الحكمة، والتي تحمل بعداً حضارياً وبعداً آثارياً وتراثياً، ألا وهي قاعة المسرح الكبرى. هذه القاعة التاريخية لطالما استخدمت عدة استخدامات منذ بداية تأسيسها مع المبنى. أولى الاستخدامات لهذه القاعة هي كانت قاعة حقيقة للبرلمان العراقي، يعني أول مجلس نواب عراقي شكل في العهد الملكي وفي الحكومة الملكية في عام 1928، عقدت جلساته هنا في هذه القاعة، حيث كان هذا المجلس منتخب انتخابا شعبيا، ويشترك فيه ومن أعضائه ممثلون من الأحزاب والحركات السياسية والحركات الثقافية المتواجدة في ذلك الوقت. بعد ذلك استخدمت هذه القاعة إلى أن تكون محكمة باسم محكمة الشعب في زمن العهد الجمهوري، بعد حقيقة ثورة عبد الكريم قاسم وتحويل الدولة العراقية من الملكية إلى الجمهورية، فأصبحت هذه القاعة هي قاعة المحكمة، عادة ما تعرف بمحكمة المهداوي في الأوساط الشعبية. بعد ذلك حقيقة استخدمت كمتحف حربي في عهد عبد السلام عارف، وثم قصر الثقافة والفنون، واليوم هذه القاعة حقيقة نستخدمها في بيت الحكمة لإقامة المؤتمرات الفكرية والعلمية والثقافية، وهي قاعة متميزة مزودة بأحدث الأجهزة
الترجمية وأحدث أجهزة الإنارة وتلبي طلبات البحث العلمي، وكذلك حقيقة تلبي كل الجلسات العلمية التي تكون من ضمن برامج المؤتمرات والندوات الثقافية. وقد عقدت كثير من المؤتمرات الدولية أقصد في هذه القاعة.